هل الدين يمنع من الحج؟ نعم. إذا كان خروج هذا إلى الحج يؤدي إلى نقصان الدين فهذا لا يخرج من الحج لأنه غير مستطيع يعتبر، حتى لو أذن له صاحب الدين. مثال هذا الأخ عليه نسأل الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، عن وراه الذهاب إلى الحج، أخذ دائما هذا، فالآن على قال أذنت لك أن تذهب للحج ولا إشكال أن تتأخر عن الدين. نقول لا، سفرك هذا يؤدي إلى أن تتوقف عن العمل، قال نعم أنا أعمل بيدي حرفة ليس عندي راتب، حرفة أعمل وإذا خرجت الحج أتوقف عن هذا العمل. نقول أنت الآن سفرك هذا يؤدي إلى نقصان سداد الدين فأنت غير مستطيع، لكن لو ذهب الحج حج صحيح. الثاني بعض الناس يعمل في وظيفة ويسدد الدين في كل شهر مرات، كما يعني في شراء سيارات، أحيانا يعني يشتري سيارة بتقسيط أو من. نحن لا نتكلم سيارة سيارة بتقسيط، المهم عليه أقساط شهرية للسيارة وراتبه في كل شهر ينزل يعني ويقسم منه مقدار السيارة. فهذا عندما يسافر للحج ياخذ اجازه من العمل، هل يؤدي هذا النقصان الدين؟ لا، اذا يسافر ولا اشكال في هذا. بعض الناس يطلب منه الخروج كالامام مثلا، طلبوا منه الحمله قال تخرج معنا ونعطيك راتب، هذا يؤدي الى سداد الدين وزياده، يخرج يخرج معه، أو قال له تخرج معنا بالمجان ولا أدي هذا إلى نقصان سداد الدين، يخرج معه مخطوب. طيب.